مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بلال الرواسكا في موضوع تقني يخص كوبرا نت. في هذا الفيديو سوف اشرح طريقة حل مشكلة العلامة الحمراء وعدم ظهور الواي فاي او اشتغاله مع الويندوز. وكالعادة فلنبدأ. في الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بجديد ولكي تدعمني بتقديم محتوى افضل وبسيط يمكن للجميع فهمه. ولا تنسى الاعجاب بالفيديو ان اعجبك هذا الشرح. ولحل مشكل عدم اشتغال الواي فاي وعدم ظهوره مع ظهور العلامة الحمراء، كل ما عليك سوى اتباع احد الطرق التالية. اولا، قد يكون المشكل صادر عن عدم وجود التعريفات الخاصة بكارت الواي فاي الخاص بك. وللتأكد قم بفتح ديفايس مانجر عن طريق الضغط بيمين الفأرة على ستارت ثم Device Manager. وإذا وجدت أي علامة صفراء أو علامة تعجب على كارت الواي فاي الخاصة بك، فيجب عليك تثبيت التعريف الخاص بالواي فاي. قم بربط الكمبيوتر عن طريق الكابل مع الإنترنت وقم بتحميل الدرايفر الخاص به. أنا أفضل برنامج درايف بوستر لأنه يتكلف بجميع الخطوات ويثبت جميع التعريفات الناقصة لجهازك تلقائيا. ثانيا، إذا كان المشكل ليس من التعريفات، تأكد أن الواي فاي الخاص بجهازك مفعل، إما عن طريق الزر المخصص لتشغيل الواي فاي من لوحة المفاتيح أو من الإعدادات عن طريق Network and Internet ثم Network and Sharing Center ثم Change Adapter Setting. وقم باختيار الواي فاي الخاص بك ثم اضغط بيمين الفأرة وقم بتفعيله إذا وجدت Enable. في الحالة الخاصة بي، أنا الواي فاي الخاص بي مفعل ووجدت Disable لكي أقوم بتعطيله. وإذا جربت هذه الخطوات ولم يشتغل معك الواي فاي، قم بالانتقال إلى الخطوة التالية عن طريق تفعيل السيرفيس الخاص بالواي فاي. قم بالضغط على Win plus R ثم اكتب Services.msc ثم استمر بالضغط على W من لوحة المفاتيح حتى تجد سيرفيس ويلان اوتو كونفيج، ثم اختر اوتوماتيك من هذه الخانة ثم اضغط على ابلاي. بعدها اضغط على ستارت وسوف يشتغل الواي فاي الخاص بك ويحل المشكل، وسوف تظهر القائمة الخاصة بالواي فاي من الاعدادات. في حالة جربت هذه الخطوات ولم يشتغل معك الواي فاي، قم بإعادة ضبط البيوس إلى الإعدادات الافتراضية. وإذا لم يحل المشكل، قم بالتأكد من الأدابتر الخاص بالواي فاي أنه يعمل بشكل سليم ولا يوجد فيه أي مشكل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك واشترك في القناة لتتوصل دائما بالجديد. كان معكم بلال من قناة بلال إرواسكا، وإلى اللقاء.